ولذلك ربنا قال لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. خسائرهم خسائر تكتيكية، آلام وشهاء والموت شهادة ونتألم، ولكن كل ذلك في سبيل الله، وتهون من أجله الأوطان، تهون هذه الخسائر من أجل هذه الأوطان ومن أجل ديننا ومن أجل مستقبلنا ومصيرنا وقدسنا وأقصانا. وقد عنونا هذا الطوفان بالأقصى. نحن اليوم نضحي بأشياء غالية علينا مؤلمة لنا، ولكن إن شاء الله من وراها أفق عظيم. أما عدونا فخسائره استراتيجية كما أشرنا، ثقة بنفسه، عجز وانكشاف أمام غزة، كم؟ إن شاء الله. هذا ذكروني بالتوقيت ولا يهمكم إخواننا، إن شاء الله أمر سريعا وننتهي على خير بإذن الله. فيا أحبابي، العدو الآن يفقد مساره الاستراتيجي ويعجل نهايته المحتومة إلى الفناء والزوال، وخسر على كل الصعد. ثم إن الأثمان الباهظة دفعتها كل الشعوب المسلمة وغير المسلمة عبر التاريخ. ما من شعب إلا ودفع أثمانا غالية على طريق التحرير، وفي النهاية الشعوب انتصرت وقوى الاحتلال هزمت واندحرت. خامسا، الطوفان خلال عام كشف عن الوجه الحقيقي الإجرامي للعدو، وأنه يستبيح كل القوانين والأعراف والقيم، لكن أيضا كشفت عن طبيعة هذا المشروع الصهيوني في التوسع والهيمنة. هذه نقطة بالغة الأهمية، وهذا التوسع ليس بسبب الطوفان أو بسبب المقاومة، هذا مغروس في أصل المشروع الصهيوني. لذلك ويقتل في كل مكان، يضرب شرقا وغربا، ولا يقبل أي قوة في المنطقة تنافسه على الدور أو تزاحمه. يريد للجميع أن يكونوا تبعا له، خاضعين له، وهو لا يفعل هذا. قوى المقاومة والدول المساندة لها كما رأينا في الفترة الأخيرة، ولكن يفعل هذا حتى مع الدول التي لا تحاربه بل التي سالمته. انظروا إلى مصر يتآمر عليها، ويريد أن يفقد قناة السويس قيمتها بالبحث عن البدائل، وأن يعطشها من خلال موضوع نهر النيل. الأردن ماذا يفعل معها؟ إنه ينذرها بتهجير أهل الضفة إليها، وهذا معناها قرار بإنهاء المملكة الأردنية الهاشمية، ويعتدي على الأمن القومي العربي والإسلامي في كل مكان.